بيكم في ملخص جديد من الملخصات اليومية لذوي الإرادة. فترة اليوم: مؤمنة جدا بأن أي عمل محتاج مثابرة مش قوة. الأعمال العظيمة ما بتتمش إلا بالمثابرة مش بالقوة، وإن القوة مش بس القدرة الجسمانية إن الإنسان بيملكها، لأ، القوة دي عبارة عن عزيمة لا تقهر، عن إرادة. زي ما احنا شايفين كده قد ايه هي عندها إرادة، قد ايه هي صبورة، وبتحاول كده انها تقوم بالراحة علشان توصل لأكلها. أتمنى كلنا نتعلم منها الصبر والعزيمة. ما تنسوش تكتبولنا في التعليقات حابين تشوفوا ايه تاني على القناة، ونشوفكم في ملخص جديد وتحدي جديد.